صباح الخير وأهلا بكم إلى برنامج كشك الصحافة من شبكة التلفزيون العربي الذي يأتيكم مباشرة من بيروت الساعة 7 بتوقيت غرينتش، معي أنا رويدة أبو عيد. يرافقنا في هذه الجولة اليومية للصحافة العربية والدولية الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فادي الأحمر، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. التصعيد العسكري في حلب والاشتباك الدبلوماسي حوله ما زال يحظى بصدارة الصحف الدولية والعربية التي تابعت أيضا تطورات المعارك في اليمن وهجمات داعش في العراق التي تسبق ساعة الصفر لمعركة الموصل، كما تناولت الصحف التوتر في إقليم كردستان والتدابير الاقتصادية الجديدة في السعودية، وفي العناوين البارزة رفض خامنئي لترشح نجاد للرئاسة. أما الصحف الغربية فركزت على المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة الأمريكية وتقول الإحصاءات إن كلينتون فازت بها. في أبرز عناوين الصحف العربية، صحيفة العربي الجديد: روسيا تتجاهل العالم وتخطط لاجتياح حلب. صحيفة القدس العربي: حزب البارزاني هدد بإعلان الحرب على خصومه وزيارات إيرانية وأمريكية للتوسط، توتر كبير في كردستان العراق ينذر بمواجهات عنيفة بين الأحزاب. صحيفة النهار اللبنانية: عشاء بن شعي يبرد حمى الأربعاء ولا يبددها. صحيفة الدستور الأردنية: ترامب يتعهد بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. صحيفة الاتحاد الإماراتية: التحالف يرد على عرض الانقلابيين تسوية شاملة لا هدنة، إحباط هجوم باليستي على مأرب وفرار جماعي للمتمردين من مدن اليمن. صحيفة الصباح التونسية: المفتي على الخط لتجريم الاحتجاجات العشوائية، هل هو الإنذار الأخير قبل مرور حكومة الشاهد إلى الحزم؟ ارتفاع حدة النبرة الدولية في الحديث عن التدخل الروسي في الحرب السورية عنوان بارز في الصحف. تتهم دول غربية روسيا بارتكاب جرائم حرب وباستخدام أسلحة محرمة دوليا. في المقابل ترفض موسكو هذه اللهجة وتتبادل الاتهامات مع واشنطن عن مسؤولية فشل الهدنة، وتقول إنها ما زالت تتطلع إلى عملية سياسية في سوريا. أما بالفعل فالقصف مستمر على حلب، القتلى بالمئات، والتقارير الصحفية تتحدث عن إبادة وعن احتمال اجتياح بري. إذن يعني دكتور، برأيك ما هو السيناريو المحضر لحلب؟ السيناريو الروسي أقصد. السيناريو الروسي يعني مثل ما صار بالمدن الأخرى بسوريا الصغيرة، هي تطويق، تجويع، ومن ثم ترحيل. هلا اكيد بس هالمساله هالاستراتيجيه اللي اعتمدتها روسيا بالتعاون اكيد مع النظام والايرانيين وحزب الله منا كانت سهله بمدن اخرى صغيره مثل الزبداني، مثل دريا وغيرها من والمعظميه الشام، ممكن هلا عم يرسوها على الغوطه الشرقيه، ولكن بحلب المساله مختلفه جدا لعده اسباب. اول شيء حجم المدينه الكبير، الحجم الديموغرافي الموجود اللي بحوالي 300,000 نسمه، رمزيه حلب بالنسبه للسوريين وبالنسبه للعالم، وهلا عم نسمع عنها كثير عن رمزيه حلب، وبالنسبة لموقع حلب الجغرافي اللي هي آخر معقل للمعارضة عمليا، وهي على حدود تركيا الدولة الداعمة للمعارضة، وبالتالي سقوط حلب يعني وصول النظام مجددا إلى الحدود التركية، والسؤال هل حتسمح تركيا بهالمسألة هيدي. بالنسبة للمعارضة خسارة حلب يعني خسارة وجودها على عمليا على الأرض السورية، هل حتسمح؟ هالدول الداعمة للمعارضة إن كان دول عربية إقليمية أو دول عالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، هل حتسمح أيضا بأنه سقوط آخر جغرافيا متواجدة عليها المعارضة السورية؟ نريد أن نسمع منك إجابات على كل هذه التساؤلات دكتور فادي، ولكن بداية سننقل لك بعض التعليقات التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي حول السياسة الروسية في سوريا. We'll be right back.
يعني نرى من التعليقات بأنه هناك ترجيح أكثر لخيار الحسم العسكري الروسي والسوري اليوم في حلب. صحيفة النهار تناولت هذا التصعيد العسكري الغير مسبوق أو كان مسبوق يعني في الفترات الماضية، ولكن يعني بعد الهدنة لم يكن متوقع. ربما روزانا بمنصف تساءلت عن الدور المحتمل لأعضاء مجلس الأمن إزاء الهجوم الروسي العنيف على حلب، وقالت: الهجوم الدبلوماسي العنيف على روسيا توج بكلام دبلوماسي مواكب مفاده أن للصبر على روسيا حدودا، ووضع روسيا في موقف دفاعي، فيما أعلن النظام السوري الذي يجد باستمرار في الموقف الروسي مدافعا شرسا عنه في مجلس الأمن والمجتمع الدولي أنه على وشك تحقيق انتصار عسكري. السؤال الأساسي بعد هذه المواقف القوية: هل أن الدول الدائمة العضوية ستدفع أو الدائمة العضوية ستدفع روسيا إلى لجم دفاعها في قصف حلب ومساعدتها النظام على تدميرها من أجل إعادة السيطرة عليها، وما هي الخطوات التي لوحت باتخاذها متى فقدت صبرها؟ يعني تتجه المجموعة الدولية برأيك إلى التصعيد مع روسيا؟ لا شك التصعيد بلش، مش تتجه، التصعيد بلش يعني، وحتى ولكن إجراءات عملية ربما بيّن مثلا بيّن ظهر بالتعابير الدبلوماسية اللي هي تخطط اللياقات الدبلوماسية بوصف الهجوم العسكري أو القصف الروسي عفوا على حلب بالهمجية بالوحشية إلى ما هنالك. هل ممكن مثلا اللجوء إلى المحكمة الدولية لمقاضاتها؟ هلا وحتى وصف القصف الروسي كمان بأنه جرائم حرب، جرائم حرب دولية، بالتالي كل هذا تصعيد بلش، يعني بلش من قبل القوى العظمى خاصة والقوى الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. ولكن المسألة خلينا نشوف إذا روسيا حتحقق هدفها بحلب. روسيا بتعرف كتير منيح أنه عسكريا لا يمكن إسقاط حلب، لأنه إسقاط حلب يعني بحرب عسكرية لا يمكن. هي اللي عم تعمل اليوم ضغط. شو الهدف؟ ذكرت أحدى الصحف اللي ذكرتيها قريتي عناوينها حضرتك بالبداية: روسيا تتجاهل العالم. أنا بفضل أقول أنه روسيا تتحدى العالم. اليوم روسيا تتحدى العالم بإطار استراتيجية الكبيرة اللي وضعها بوتين ب 31 كانون الأول عام 2015، واللي بتهدف اللي عم يشتغل على أنه في عالم متعدد الأقطاب بطور البناء، وروسيا بدها تكون قطب أساسي فيه. قطب أساسي فيه، سوريا هي محطة أساسية على طريق فرض روسيا وضعها أو فرض وجودها على الساحة الدولية كقطب أساسي. دكتور فادي، سنتحدث في هذه النقطة بالتحديد عن موقع روسيا لاحقا في هذه الحلقة، ولكن كان سؤالي بأنه فعلا هل يعني تتجه المجموعة الدولية والدول الغربية بالتحديد التي وجهت انتقادات لاذعة لروسيا في مجلس الأمن منذ يومين بخطوات فعلية؟ أقصد بأنه يعني الكثير وصف بأنه ما تقوم به روسيا جرائم حرب، جرائم حرب لها تبعات. صحيح. يعني في القانون الدولي، هل نشهد ذلك في الأيام المقبلة؟ عم يدفعوا بهالاتجاه، ولكن لا يمكن الذهاب كثيرا، لأنه روسيا تملك حق الفيتو في مجلس الأمن، وبالتالي أي قرار بده يصدر عن مجلس الأمن بده يدين أو بده يحيل هالمسائل هيدي على المحاكم الدولية سيواجه بالفيتو الروسي. ولكن الضغط كبير جدا من قبل الدول، أنا برأيي على خطين متوازيين: ضغط دبلوماسي من خلال التعابير والتي تصف اليوم الهجوم العمال العسكرية الروسية في حلب، وإعلامي، يعني في تجيش إعلامي كتير كبير لمعركة حلب ما شفناه قبل الهدنة، ما شفناه بهالحجم قبل الهدنة اليوم أكثر. هذا الضغط لا شك، الضغط الدبلوماسي والإعلامي لابد من أنه يؤثر على روسيا لمشان تقف عند حد، لأنه بالنسبة للدول لا يمكن الذهاب بعيدا في خطوات قانونية دولية، لأنه روسيا عضو دائم في مجلس الأمن وستستعمل حق الفيتو. نعم. صحيفة العربي الجديد وتحت عنوان حلب بعد الإبادة، احتمالات الغزو واتفاقات التهجير، تناولت احتمال التدخل الروسي المباشر بريا بعد عملية القصف العنيف الذي تقوم به على الأحياء، وأضافت: المعارضة التي تدرك أن معركة حلب مصيرية وستلعب دورا مهما في تحديد مستقبل البلاد برمته، فإنها لم تقم حتى الآن بأي تحرك على الأرض لمواجهة إجرام النظام وموسكو. فيما علمت العربي الجديد من مصادر في المعارضة المسلحة في حلب أنها تحضر لعمل عسكري كبير قد يكون من محور الكاستيلو، إلا أن ما يعيق تنفيذ هذا العمل هو الطلب التركي من هذه الفصائل التريث بإعلان بداية هذا العمل، موضحة أن هكذا عمل لا يتم دون ضوء أخضر تركي، كون تركيا هي الداعم الأساسي للفصائل المشاركة فيه. لماذا قد تطلب تركيا من المعارضة التريث؟ كيف نفهم هذا الموقف؟ لا
تفهم هذا الموقف انطلاقا من الوضع من التموضع التركي الجديد من بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. تركيا بعد محاولات الانقلاب شفنا أنه رجعت رتبت علاقاتها مع روسيا من بعد ما سقوط الطائرة. شفنا أنه صار في أزمة كبيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والأهم أنه شفنا في أزمة كبيرة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. هل إعادة التموضع السياسي التركي ظهر أولا في سوريا. اليوم تركيا بموقع محرج، وهي محرجة بما يدور خاصة في معركة حلب. من جهة لا يمكن لها خسارة المعارضة وخسارة وأنه تخسر حلب، لأنه النظام وإيران في قوة إقليمية منافسة لها كمان رح توصل على حلب، رح توصل على حدودها بالتالي، ولكن لا يمكنها كمان مواجهة الخطة الروسية في حلب، وهي بأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية. أنا برأيي انطلاقا من هون يمكن أن نفهم الدعوة التركية إلى تريث المعارضة. ولكن المعارضة إذا بنقول شو خطتها المعارضة، وأنا تواصلت يعني مع أعضاء بالمعارضة من يومين ثلاثة، المعارضة ما عندهم خيار إلا الصمود، ما عندهم خيار إلا الصمود، لأنه ما في خيار تاني. عدم الصمود بحلب يعني خسارة، مثل ما كنا بنحكي من شوي، خسارة حلب، خسارة آخر موقع لإلهم، آخر جغرافيا لإلهم على بسوريا. طب ما هي الخطة البديلة اليوم؟ اليوم بالنسبة لإلهم اليوم الخطة هي الصمود، الصمود بانتظار إنه يرجعوا على طاولة المفاوضات بالشروط اللي وضعوها مؤتمرات جنيف أول. هل ممكن فتح جبهات أخرى لتخفيف الضغط؟ ممكن فتح جبهات أخرى، أنا برأيي وصارت وقت اللي فتحوا طوقوا قوى النظام والإيرانيين والحزب الله من منطقة الرموسة، يعني من جنوب غرب المدينة، جنوب المدينة. ممكن كتير أنه يرجع يفتح، ولكن هيدي المسألة أنا برأيي أنه ممكن كتير أنه تصير، لأنه الأمريكيين لا يمكن أنه يتركوا المعارضة بهالشكل هيدا بحلب. والأتراك تريثهم ما بعتقد أنه رح يستمر كتير إذا استمر هالضغط العسكري على حلب، وإذا فعلا صار في بوادر هجوم عسكري على خاصة من الجهة الشرقية كما يروج له اليوم. نعم. صحيفة الفاينانشال تايمز اعتبرت أنه معركة حلب تشكل انعطافة هامة في مسار الحرب السورية، وقالت روسيا والأسد أظهرا بوضوح أنهما عازمان على كسر الجمود الذي استمر منذ سنوات في حلب من خلال عملية عسكرية كبيرة. إذا نجح النظام في ذلك فإن الهجوم قد يكون نقطة تحول في الصراع الدائر. بالمقابل فإن المعارضة تخشى أن تتسبب خسارة مدينة حلب آخر معاقلها في المدن الرئيسية وتراجعها للمناطق الريفية بتراجع الاهتمام بقضيتهم في المحافل الدولية. هل من الممكن تراجع أكثر من ذلك؟ يعني كل يوم نحن نسمع مسؤولين في المعارضة يعني يشتكون من ضعف الدعم الغربي، وخصوصا الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. أنا ما برأيي إنه مع إنه حلب رح تسقط، يعني مناطق المعارضة في حلب لا ما برأيي رح تسقط، لعدة أسباب. إنه مثل ما ذكرنا من الحجم الديموغرافي، القوة العسكرية، الإصرار على الصمود، والدعم الدولي لإلهم اللي هو كمان بده إنه ما تسقط حلب. ولكن المسألة لم تعد بهذه السهولة. اليوم المطلوب من المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل كبير. روسيا من خلال الضغط العسكري بحلب تريد أن تفرض التسوية السياسية بحسب شروطها هي، واللي هي عبر عنها امبارح وزير الخارجية السوري بحكومة وحدة وطنية. وكنا شفنا الروس انه روجوا لها بمرحلة من المراحل. روسيا تريد من خلال الضغط على حلب ليس احتلال حلب، تعرف جيدا جنرالات الروس يعرفون جيدا ان احتلال حلب عمليا مكلف جدا، مكلف بال 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 على المستوى البشري، ومكلف على المستوى العسكري المجهود العسكري، ولح ياخذ وقت كثير. وبالتالي هن عم يضغطوا باتجاه التسوية، حكومة وحدة وطنية، بقاء شبه هالنظام، يعني جزء من هالنظام أن يبقى، استمرار المؤسسات السورية وبخاصة الجيش السوري اللي الروس هيدا ابن الاتحاد السوفيتي، ابن الاتحاد الروسي هيدا الجيش. فهيدي هي هيدا الضغط الروسي عم يروح بهالاتجاه، هيدا فرض التسوية بحسب شروطها. وكنا شفنا بالمراحل السابقة، بالسنوات السابقة للأزمة السورية، روسيا أكثر من مرة حاولت أنه تجمع النظام مع المعارضة في موسكو، ودعيت المجلس الوطني السوري، ودعيت الائتلاف السوري، ودعيت باقي الأطراف المعارضة للحوار، حاولت أنه تستأثر بالأزمة السورية وتستأثر بالحل. لم تستطع لأنه كان في هناك دول أقليمية ودولية داعمة للمعارضة. اليوم من خلال الحل العسكري أو الضغط العسكري تحاول مرة أخرى أن تفرض التسوية بحسب شروطها. سنتابع الحديث عن الدور الروسي في الحرب السورية دكتور فادي، ولكن بعد الفاصل. ابقوا معنا لو سمحتم.
أهلا بكم من جديد في برنامج كشك الصحافة. نرحب مجددا بضيفنا الكاتب والمحلل السياسي دكتور فادي الأحمر. دكتور فادي، برأيك ما هي صحة التقارير التي تتحدث عن استخدام روسيا لأسلحة محرمة دوليا في حلب في هذه الأيام؟ أعتقد أنها صحيحة، وليست المرة الأولى أنه الروسية تستعمل هذه الأسلحة، لأنه بنعرف جيدا أن روسيا منها الديمقراطية، الدولة الديمقراطية التي يمكن أن تواجه معارضة بالداخل إذا استعملت الأسلحة، أو أن يمكن أن تواجه مناقشة داخلية وضغط داخلي إذا صار في حملة إعلامية دولية مثل عم بيصير اليوم. يعني روسيا شفنا الانتخابات الأخيرة النيابية بروسيا، الدوما بيّن أنه في نظام يحكم بقبض من حديد على 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 روسيا، بالتالي ممكن كثير انه استعملتهم، وبتبينها اكثر الصور اللي عم نشوفها، يعني حجم الدمار الصور عم بتبين حجم دمار كثير كبير بحلب، لا يمكن ان يكون بقصف عادي، في براميل متفجره شفنا حجم دمار، ولكن اليوم عم نشوف بحلب حجم دمار بعد اكبر بكثير، قنابل ارتجاجيه وغيرها. اضافه الى ذلك، كل دوله بنعرف كثير منيح منتجه للسلاح بتستغل الوجود المعارك العسكريه بهالحجم هيدا لتجربة أسلحة معينة أو أسلحة جديدة ولتطويرها، وروسيا أكيد عم بتجرب أسلحة مش ممكن تصير لها فرصة أخرى للتجربة لها، وهون بيدفعوا بالاتجاه الجنرالات العسكريين والخبراء العسكريين والمهندسين العسكريين بيدفعوا بالاتجاه. صحيفة الشرق الأوسط نشرت مقالا بعنوان موسكو ترد على فشل تعاونها مع واشنطن باللجوء إلى الخيار الإيراني، وقالت إذا كانت تصريحات الكرملين والخارجية تبدو جزارة في السياسات الروسية، فإن موسكو تستخدم العصا بغلظة في حلب التي تدفع ثمن الغضب الروسي إزاء فشل المساعي لإطلاق تعاون مع الولايات المتحدة عبر العمل معا في سوريا وفق ما يقول مراقبون. ويبدو أن موسكو التي لم تفقد الأمل بعد بتغيير في الموقف الأمريكي قررت العودة في موضوع حلب إلى الخيار الإيراني، أي إلى المشاركة بفعالية في عملية عسكرية واسعة تستهدف إعادة السيطرة على مدينة حلب. يعني موسكو تقول أنه إرساء السلام في حلب بات مهمة شبه مستحيلة، ثم نسمع في المقابل لافروف بأنه يقول بأنه موسكو تتطلع إلى عملية سياسية. هناك يعني تضارب في المواقف الروسية، وعلى أرض الواقع نرى بأنه هناك تبني للعملية العسكرية وللخيار العسكري. أستاذ رويدا، بنعرف كتير منيح أنه المعارك العسكرية أو الحرب ليست إلا وسيلة أو محطة من محطات تطور العملية السياسية، والسياسة بالتالي الحرب هي هدفها أنه نوصل لتسوية سياسية. تحديدا بالأزمة السورية روسيا بتعرف كتير منيح أنه تحديدا بحلب مثل ما عم نحكي أنه لا يمكن الحسم عسكريا، مكلفة جدا. هذا هو الخيار الإيراني؟ يعني الخيار الإيراني هو الحسم العسكري في الخيار حلب. الإيراني لا يمكن، لأنه الإيرانيين وحزب الله لا يملك يكون الوسائل السياسية، ولا يملكون الموقع السياسي على المستوى الدولي للجلوس إلى طاولة مفاوضات أو لفرض تسوية. مشان هيك الإيرانيين يعني منذ معركة القصير بالعام 2012 أو 2011 حتى، منذ تدخلهم الأول بمعارك حمص، كان هدفهم أنه فرض أنفسهم كلاعب أساسي على الساحة السورية من خلال القوة العسكرية، لا يملكون وسيلة أخرى. أما الروس يملكون وسيلة أخرى في مجلس الأمن، على مستوى الدولي، على مستوى الاقتصادي، الغاز إلى ما هنالك. بس الروس تأخروا شوي لدعم معركة حلب. إذا بتتذكر يا ست رويدا، أول من أعلنها هو السيد حسن نصر الله من بيروت، وحكي عن أهمية معركة حلب واستراتيجية معركة حلب. شهدنا ببدايات بالأسابيع الأولى الروس لم يدعموا عمل بالطيران الجوي، الروسي لم يدعم المعارك اللي صارت على الأرض، وصار في تأخير لمعركة حلب. أي متى بلش الدعم الروسي ينخرط جديا بمعركة حلب؟ من بعد التحول التركي، لأنه تدرك جيدا روسيا أنه إذا تركيا بقيت على موقفها الداعم للمعارضة الكبير وفتح حدودها العريضة لدعم المعارضة، أي معركة بحلب رح تكون مكلفة جدا. من هون شفنا هلأ، كنا عم نحكي من شوية عن الإحراج التركي أو التريس التركي، كانت روسيا تريد هذا التريث لا تقدر تقوم بهالعمل العسكري بحلب، ولكنك تقول بأنه الحسم العسكري في حلب سيكون مكلف جدا. إذا يعني ما هو البديل؟ ضغط عسكري باتجاه الوصول إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن بالشروط الروسية. هذا ما تسعى إليه روسيا، هذا ما يسعى إليه لافروف.
العودة إلى طاولة المفاوضات ولكن بالشروط الروسية والعودة أكيد بحضور الأمريكيين. هنا يجب التنويه، يجب الإشارة إلى أن الروس يستغلون شلل الإدارة الأمريكية بين عهدين. يعني إدارة أوباما بالأساس هي كانت مترددة وضعيفة بين قوسين، يعني في يقول بمسألة الأزمة السورية. اليوم أكثر ترددا وأكثر ضعفا لأنه بنهاية ولاية، وبالتالي عم تستغل هذه الشهور بالتحديد، عم تستغل بفرض واقع على الأرض. وأبرز واقع على الأرض تسعى روسيا إلى فرضه اليوم هو الضغط العسكري بحلب، هي آخر معقل للمعارضة. بتجي الإدارة الأمريكية الجديدة في بداية العام 2017 رح تلاقي واقع جديد في سوريا، يجب أن تتعامل معها على هذا الأساس، وهذا ما تسعى إليه روسيا خلال هذه الأشهر. أو ممكن خلالها تضغط أكثر وأكثر لجلب المعارضة لتطويع المعارضة السورية أكثر وأكثر، لجلب ما تعتبره معارضة معتدلة إلى طاولة المفاوضات، ممكن برعايتها هي في موسكو. على العموم المعارضة يعني موقفها كان حاسم منذ يومين من اسطنبول، قالت بأنه العملية السياسية لم تعد مجدية وأنها يعني لن تكون جزء منها. حتى أكثر من هيك، يعني أنا أطراف المعارضة صرحوا قالوا لي علنا بشكل صريح أن ما في اتصال أبدا بينهم وبين موسكو. إلا كذا يعني أكثر من أسبوع، أكثر من شهر ما في اتصالات مباشرة مع موسكو بالوقت اللي كان فيه بالماضي بالسابق. نعم. حسين عبد الحسين نشر مقالا في المدن الإلكترونية بعنوان روسيا تقرر الحسم العسكري في سوريا، وتحدث فيه عن محاولة بوتين إبراز نفسه كقائد للعالم على حساب السوريين. أضاف روسيا لا يهمها كثيرا الرئيس السوري بشار الأسد أو قواعدها العسكرية في طرطوس وحميميم، ما يهم الروس هو تقديم الأحداث السورية كنموذج للنظام العالمي الجديد الذي يتصوره رئيس روسيا القوي فلاديمير بوتين. هو عالم لا مكان فيه للضعفاء، تحدد فيه موازين القوى العلاقات، ولأن روسيا هي الأقوى فهي رأس العالم. هدف بوتين من استعراض عضلاته العسكرية فضلا عن تشتيت الانتباه الروسي عن فشل الداخل، فهو دعوة الدول غير الصديقة لأمريكا للانضمام إلى محور عالمي بزعمته. الحرب السورية كانت فرصته الذهبية لتحقيق ذلك. برأيك يعني هل من مصلحة روسيا إنهاء هذه الحرب، هذه الفرصة التي أعادت وجودها على الخارطة الدولية؟ من مصلحتها أنها هذه الحرب إذا أحكمت سيطرتها على سوريا، بمعنى أنه إذا كانت هي قدرت حصلت على وصاية على سوريا الجديدة بالنظام اللي ممكن ينشأ من بعد الحرب. في هذه الحال تسعى روسيا جديا إلى إنهاء المعركة، ولكن خلاف ذلك ستستمر الحرب في سوريا، وهي ستستمر لأنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية التخلي عن الورقة السورية. وإضافة ما ننسى اللاعبين الإقليميين، يعني تركيا، المملكة العربية السعودية، إيران، مصر اللي صحيح انه غيب ولكن هي كمان لها دور بالمنطقه ولا كلمه بالازمه السوريه ممكن في المستقبل. بس اللي قاله بالمقال على مستوى روسيا بدها تسعى الى عالم متعدد الاقطاب، ولكن مساله انه روسيا لا يهمها كثيرا القاعده العسكريه على المتوسط، لا، روسيا بهمها، وهيدي تاريخيه، يعني مش مع هيدي قبل بوتين ورح تبقى بعد بوتين بحكم الجغرافيا الروسيه. روسيا مسألة استراتيجية بالنسبة لها موقع على المتوسط، لأن روسيا عمليا دولة داخلية وبحاجة كي لا تعيد الولايات المتحدة الأمريكية تطويقها مثل ما صار بالحرب الباردة، بحاجة إلى موقع في المتوسط. عشان هيك شفنا أنه بس صار في ضغط أوروبي أمريكي على الحدود الروسية بأوكرانيا، قفزت روسيا فوق الأزمة الأوكرانية لتصل إلى سوريا وتفرض قوتها وتستعرض عضلاتها في سوريا، وهي مستمرة في هذه المسألة للحفاظ على موقع بالشرق الأوسط. نعم. في على البحر المتوسط وفي الشرق الأوسط. ننتقل الآن إلى أبرز ما جاء من كاريكاتير حول هذا الموضوع. تعليق أستاذ فادي. بعبر جدا، خاصة الكاريكاتير الأول اللي بفرج المدفع والإيد الممدودة، يعني صحيح الجزرة والعصا، ولكن اليوم في أكثر العصا عم تستعمل، بيبرز بالمفاوضات بالكاريكاتير أكثر الحضور الروسي، هو فعلا هيك، ولكن هذا يعني أنه الأمريكيين غائبين عن الساحة يعني. ولكن هلأ مثل ما قلنا من شوي أنه في وقت ضايع بالإدارة الأمريكية بين عهدين، عم تستغله الإدارة، عم تستغله الكريملين تحديدا بوتين لفرض واقع
أمر واقع جديد بسوريا ينطلق منه من بعد بداية 2017 بداية الإدارة الأمريكية الجديدة، بيكون موقعه قوي بسوريا وبالتالي بباقي الملفات الدولية التي حيث هناك تماس مباشر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. دكتور فادي الأحمر شكرا لك على حضورك على كل المعلومات التي أفدتنا بها. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وصلنا إلى ختام كشك الصحافة. زوروا موقعنا على الإنترنت العربي دوت تي في، أيضا بإمكانكم إبداء آرائكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.